مشاهدينا الكرام متابعي بين سبورتس اينما كنتم اهلا وسهلا ومرحبا. وانت عندك من اجل تاهل تاريخي في هذه المشاركه الاولى للدور النهائي بعد مسيرة ناجحة. على اطراف عزيز القاسمي وانطلاق المباراة 17 محمد من سخادة 4 للمنتخب الأوغندي. ستعود من سيماكولا مباشرة إلى خارج أرضية المزاري بعد الأخطاء التي لاحت على محور الدفاع. يدفع بمارك لام سحب فيما بعد أمام المنتخب الفرنسي ب3-1 بعد تمديد الوقت خطيرة. كورة والهدف الأول، الهدف الأول للمنتخب الأوغندي من ريتشارد باسانغوا. ريتشارد باسانغوا منتخب التونسي يعيش نفس سيناريو المباراة الأخيرة على مستوى دور المجموعات أمام منتخب أفريقيا الوسطى، يقبل هدف في توقيت مبكر. هذا التركيز طبعا، كرة كانت من ديريك كاكوسا مرفوعة من كافين كيزيتو، تأخر في التغطية عزيز القاسمي، قبله كان باسانغوا، استلام باليسار والتصويب من ريتشارد باسانغوا في شباك الياسر الدمرجي. 1-0 للمنتخب الأوغندي. قلت نفس السيناريو، مباراة الثالثة في مرحلة المجموعات أمام منتخب جمهورية أفريقيا الوسطى. توا كورة لنبيل مقني، يتجاوز مقني، كانت سيماكولا، بين سيماكولا والتغطية حاضرة في بن زغادة. طويلة كورة ترجع من الحارس جاكو ماكاش. أحسن العياري في التنفيذ، يرفع كورة عياري، هو تدخل في الدفاع من جافين. أحسن العياري لاعب شيفيلد يونايتد، يرفع كورة، ترجع من الدفاع، يرجعها ريتشارد باسانغوا. هذا المطلوب بالضغط والتصويبة، عيد التصويبة إلى خارج أرضية، يرجع البنزغادة على أطراف أمامه كاكوزا، توسيع هو دفاع، لمسة واحدة نبيل مقري حاول يتعدى. زياد بالريمة يطلب كورة بالريمة، شياب العبيدي ياخو كورة، اسمه موغولوتسي، وضربة الركنية للمنتخب الركنية من نجيب ييغا، يرفع كورة في القائمة الثانية. نجيب ييغا ترجع من الدفاع، يمشي عبد الله العمري، شارد باسانغوا ينتظر صعود كايوندو، التوسيع من كايوندو، يمشي ييغا هو اللي مشي يتولى تنفيذ الركنية. نجيب ييغا ترجع بالراس، كرة ثانية، يتعدى بالريمة، يتعدى بالريمة، يتعدى بالريمة، يتجاوز ييغا، بعيدة بعيدة كرة بالريمة، طاو الكرة ياخوها نبيل مقني، نبيل مقني وخطأ لياري البنزغادة، بنزغادة مع كيزيتو والعرضية بالريمة، واسبق من أحسن العياري، يرفع كرة عياري، ترجع من الدفاع مازال زياد بالريمة، أسبق من بياهورانغا وكايون، ترجع كرة من جديد لبنزغادة على اليسار، بنزغادة يرفع كرة، بنزغادة مازالت بالريمة، قافي نواك شوت على عكس المنتخب التونسي، يتعدى سيروادا، سيروادا والحكم مرت سلامات، مرت سلامات يا بنزغادة، مرت سلامات، شافها تمويه أتشو الحكم الجابوني، شافها تمويه محمد امين بن زغاده في انتظار الاعاده، مرت سلامات، خلينا نقولوا مرت الى الصوره، انه حاول ممكن تفادي الاحتكاك مع السرواده، تمشي كوره ريتشارد باسانغوا عرضيه والهدف الثاني، الهدف الثاني من ديريك كاكوزا، قلت خطير في سرعه الانتقال عند استعاده الكوره في الهجوم المنتخب الاوغندي. 10 دقائق قبل نهاية الشوط، هجوم سريع يقود ريتشارد باسانغوا، ياخذ أسبقية على عزيز القاسمي، يحطها في محور الدفاع، وديريك كاكوزا ينجح في إضافة الهدف الثاني.
ديريكا كاكوسا، يلتحق بالغاني بوا في ترتيب أفضل الهدافين إلى حد الآن في مسابقة الكان. شوف ياخو كرة أمام مارك لامتي، مارك لامتي هو اللي كان متابع من عرش عزيز القيس ويش يعمل على مستوى القائم الأول، يعني مكانه كان أحسن العياري، يرفع كرة في القائم الأول، هدف تضيل الفارق، هدف تضيل الفارق بالريمة، ثم هدف باللامين. زياد بالريمة هو المتابع من آدم باللامين، 2-1، هدف في توقيت ممتاز لتذليل الفارق، قد يعيد المنتخب التونسي بالمباراة. 2-1، ركنية نفذها أحسن العياري بالريمة، المدافع ثم القائم إسما تضرب على القائم الأيسر لمرمى كوماكاش، وقلب الدفاع آدم باللامين يتابع يظل الفارق يرجعوا في المباراة. التغيير عزيز القاسمي، خطيرة مسألة نبيل مقني، نبيل مقني وين التصويب بالريمة، يضرب بالريمة العياري في تنفيذ المخالفة، يرفع كرة عياري، كرة بالرأس ترجع من الدفاع، يمشي للمتابعة زياد بالريمة، بالريمة كرة لإيفان بوغيري يتعدى في طلب كرة السروادة والتغطية من آدم بيهارونغا، بيهارونغا تو كرة بيهارونغا والهدف الثاني، متقدم خطأ في المحور، يعاني من الأخطاء الدفاعية المنتخب التونسي منذ انطلاق النهائيات، خطأ ديري كاكوزا براسية كان متقدم كذلك الياس الدمرشي على خط الست أمتار، كاكوزا يباغته بإضافة الهدف الثالث. عندما كانت المبادرة في الدقائق الأولى للمنتخب التونسي، شوف استلم كرة في دار المدافع آدم باللامين، متقدم دمرشي وكاكوزا يضيف الهدف الثالث لمنتخب أوغندا. 3-1، ريتشارد ماسانغوا معه القاسمي، مرفوعة كرة من عزيز كايوندو، يتابع اليسر كولير من صدام لعزيز القاسمي، عزيز القاسمي خارج الخدمة في مباراة اليوم. ياخو كرة شهاب العبيدي، شهاب العبيدي لحمدي العبيدي، ابعد الخطورة من مناطق المنتخب الأوغندي، يضغط باسانغوا، كنت خارج الخدمة عزيز القاسمي، ياخو عليه الكرة ممتاز، قلب الهجوم بوتشانغ، هذه كرة إيفان بوغيري والتصويب. التوقيت مسألة المباراة، يمشي كاكوسا، كاكوسا الهدف الرابع.